حيث تمتلك الكويت تاريخا زاهرا بالإنجازات والبطولات ساهم في توثيقها المؤرخون والباحثون الرياضيون، وهذا ما تم طبعا أكيد ضمه في معرض الكرة الكويتية الذي يجمع المقتنيات الرياضية والتاريخية للكرة الكويتية. لنتابع. صور وذكريات سطرت بين طياتها أروع أمثلة الإنجاز في كرة القدم، شريط من الذكريات والإنجازات في تاريخ كرة القدم لتفخر به الأجيال، ويشكل وسام فخر واعتزاز في بطولات كانت رمز التميز والإبداع في مجال الرياضة. أول معرض يقام كمعرض رياضي ومعرض يعني يحدد مسيرة نجوم الكرة الكويتية وكرة القدم بشكل عام، وهذا ما في شك خطوة وايد يعني كنا نتمناها من زمان الرياضيين. بداية وخطوة جيدة من الإخوان يشكرون عليها، وأيضا لتعريف الجمهور الرياضي عنها عن يعني مسيرة كرة القدم وتاريخها ونجومها، وهذا شيء ما في شك. اليوم الرياضة تشكل ارتكاز في أي مجتمع. نوادر تاريخية تخص الرياضة وكرة القدم اجتمعت تحت سقف واحد في أكبر معرض رياضي والأول من نوعه في الكويت، يوثق فترة زمنية من ماضينا الجميل. فيكفي هالإنجاز هذا اللي نشوفه احنا، وإن شاء الله طبعا الله يوفقكم تلمسون يعني المعرض الآن بهذه الصور وهذا كذا، والله نتمنى إن شاء الله تستمر الكويت، تستمر الرياضة الكويتية. المتحف اللي يعتبر أكبر وأفخم متحف رياضي يعني يسطر أو يحكي عن تاريخ إنجازات الكرة الكويتية. المتحف طبعا عبارة عن مجموعة من الشباب حاولوا أنهم كل واحد يغطي الثاني، يعني في منهم من يمتلك بعض المقتنيات اللي هي مثل ميداليات وفنايل، وفي بعض من يمتلك بعض الدكومنتري اللي شغلات مثل ما تقول صور ومجلات، وفي بعض من يمتلك يعني بعض المواد المرئية والمواد الفيلمية يعني القديمة اللي يمكن مو موجودة للحين. الشباب اللي بالفعل عصروا الإنجازات، عصروا ما حققنا من كمجموعة من إنجازات، سواء كنا لاعبين أو إداريين أو جهاز فني أو جماهير أو حكومة، كلها ساهمت في هذا الإنجاز هذا، وفي الشباب هذا ما قصروا وثقوا هذا عبر مر السنين واحتفظوا فيه والآن يعرضونه. مقتنيات أصلية من قمصان وميداليات وكتب ومجلات تعرض لأول مرة من قبل الباحثين والمؤرخين في مجال الرياضة وبجهد كبير من متحف الكويت لكرة القدم. عائشة المديني، تلفزيون دولة الكويت. حياكم الله مشاهدينا، تابعنا معاكم من خلال التقرير صور للمعرض اللي يرسم خطة زمنية للرياضة الكويتية تجسدت في صور وملابس وذكريات تأخذنا عبر آلة الزمن إلى الزمن الجميل. والمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف أحد القائمين على المعرض وعضو الجمعية الكويتية للتراث الباحث صالح المصباح. أستاذ صالح حياك الله، منورنا في العالم هذا الصباح. بارك الله فيكم وشكرا على هذا الجهد الصباحي الرائع والتغطية الجميلة. شكرا أستاذ صالح. إذا يعني حقا أردنا أن نقولها لكم القائمين على هذا المعرض اللي أنا أشبهه بالعرس الكروي وحدث رياضي يحدث لأول مرة في الكويت، كلمنا عن معرض الكرة الكويتية. طبعا احنا أعضاء الجمعية الكويتية للتراث برئاسة الأخ هاني العسعوسي، عملنا أنشطة كثيرة، من ضمنها فكرنا نعمل نشاط رياضي، وخاصة احنا يعني الغالبية الشعب الكويتي يحب الرياضة وخاصة كرة القدم، وعندنا أعضاء هواة عندهم مقتنيات نادرة وأنا من ضمنهم. أنا طبعا مكتبتي شاملة لكن جزء منها المكتبة الرياضية، فنسقت مع أخوي فهد غازي العبد الجليل وهاني العسعوسي أن ننظم معرض مقتنيات رياضية. فأخوي فهد عنده علاقات مع اللاعبين وعنده علاقات مع الباحثين والكتاب الإعلاميين الرياضيين، أمثال مع محمد أحمد الرشيد وأمثال راشد الحيان، ذيلا كإعلاميين رياضيين مختصين وطلعون بالتلفاز على طول يعني كتعليق وغيره ونقد وشوي. واستعنا بالباحث فاروق العوضي من أصحاب المقتنيات، واستعنا في خالد سعد الله
من المقتنيات النادرة، وموقع نايس كويت وواحد من المختصين كذلك لأصحاب الفنايل. هذه طبعا الفنايل أنا أول مرة لأني مو مختص، فشفت أن شيء عظيم ولها إقبال دولي، فلهذا هو دز الأخ اللي معنا المختص في الفنايل إلى ناقد كروي برازيلي، احنا جروب، فدز الناقد الكروي البرازيلي قال هذا يعني عن المعرض الفنايل، قال هذا شيء عظيم المقتنيات اللي عندكم، لانهم تدرين ان في فنيله ماخذينها 5000 دولار ما شاء الله، يعني شيء مهول يعني بصراحه. لكن الحمد لله هذا كان التخطيط منذ 6 شهور، نسقنا مع المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، وافقوا بكل ترحاب ووفروا لنا جميع الامكانيات ما شاء الله، يعني سخروا جميع الامكانيات، لان هذا يحتاج امكانيات، مانيكان يحتاج الى موقع مسرح، يحتاج الى فترينات وغيرها وغيرها، كل هذه بيض الله وجهه امين عام مجلس الوطني للثقافه والفنون الاستاذ علي اليوحه والدكتور سلطان الدويش وطلال الساعي واسميه الخشمان، كلهم تعاونوا ويانا، خصصوا لنا جروب يتعاونوا ويانا، والحمد لله يعني عملنا هذا الكتيب. نعم، الجمهور الكريم اللي حضر يعني بامكانه يستلم هذا الكتيب، نبذه عن المعرض هذا الكتيب. ما شاء الله، انا ما اشوفه بس نبذه عن عن المعرض، انا احسه حتى وثق انجازات الكره الكويتيه يعني بالصوره، لقطات جميلة داخل صحيح. هذا الكتيب، يعني صراحة أي إنسان راح يروح المعرض يزور المعرض يعني راح تكون عنده فرصة كبيرة أنه يحتفظ في هذا الكتيب كوثائق صحيح. ممكن أنه يعني من الصعب أنه مستقبلا صحيح. أنه يشوفها أو لقطات ممكن أنه يشوفها، يعني كل باحث شنو مقتنياته، حطينا ترجمة لكل باحث وبعدين مقتنياته النادرة عرضناها. على طاري حطيته يعني نبدأ عن كل باحث اللي نظم هذا المعرض، مؤرخين وباحثين في التراث ومختصين صورة كبيرة ومختصين طبعاً. شلون جتكم الفكرة؟ والله هذا من ضمن أنشطة الجمعية الكويتية للتراث، إن عملنا معرض في بيت ديكسون، المقتنيات النادرة في بيت ديكسون، نعم، الكتب الرحاله والانجليزيه وغيرها. ففهد اخونا عبد الجليل مختص بالرياضه ويعني متابع، هذا اقترح هذه الفكره. طبعا انا كشخص عندي خزانه كامله عن الرياضه، مكتبتي كامله، عندي طبعا الدوره العربيه المدرسيه الاولى، هذه طبعا الكويت بالستينات 63 كانت تفوز بالدورات المدرسيه العربيه على مصر وسوريا ولبنان، فتاخذ المركز الاول. شوف انجازات شلون مستوى الرياضه المتقدم عندنا، يعني كانوا ان شاء الله راح يرجع أيه. ان شاء الله. وعرض جريده الهدف طلعوا عدد خاص سموه ملحق الهدف، الدوره المدرسيه الاولى 1963، وعرضت عزيز بوضو سوري ناقد طلع كتاب الدوره المدرسيه الاولى في الكويت، كتاب يعني هذا نادر ان نحصله يعني صحيح. واخواننا طبعا عرضوا ميداليات الفائزين في البطولات العالميه وغيرها، عرضوا تذكره جدا حلوه، مباراه سنه 57 الدخول بربيتين الله ايام الربيع، هذه اشياء يعني البحث عنها يعتبر مشوار طويل ان تبحث وتصل الى، يمكن السماع عنها كنادر، يعني نعم. فما بالك ان فرصه تشوفها على ارض نعم. الواقع موجوده قدامك، ربما يعني حتى المعرض يحث الجمهور الكريم اللي زارونا، كل واحد يقول انا عندي ترى كذي وعندي كذي، نتواصل وياهم صحيح، يعني احنا ما ندري شنو عندهم، خاصه البيوت يعني فيها كنوز، كل صحيح. واحد عنده كنز، لكن اذا وبدأوا يقولون لنا إيه. فلهذا احنا يوم سمعوا قبل المعرض قاموا يتصلون فينا وايد، فدخلنا طبعا في اسماء مو موجوده هنا بسبب ان دقوا علينا ثاني يوم يعني قبل الافتتاح، ومثل فاضل رئيس اللوحات اللاعبين فنان تشكيلي، مثل الفنانه ابتسام العصفور عندها لوحات جميله، دخلنا رحمة الله عليه لاعب اسمه يوسف الشراح، مؤسس نادي عربي، لاعب فترة الخمسينيات،
وأمين سر نادي السالمية ولده سليمان تواصل ويانا جاب لنا طبعا صور والده وصور فنانين حتى هو مؤسس الحركة المسرحية. حلو حلو. حطينا صور مع حسين عبد الرضا وسعد الفرج والبريج كي وغيرهم وغيرهم. يعني ما شاء الله أعطيناه فترينا تكاتفت أكثر من جهة وبالتالي يا هذا الإنجاز المشرف. طيب أستاذ صالح لو دخلنا للمعرض كلمنا عن أقسامه عن أبرز مقتنياته يعني عطنا فكرة. لا شك طبعا أول ما يدخل هم صالتين وفروا لنا. الصالة الأولى فيها فنون تشكيلية لوحات فنانين رسمها فاضل رئيس والأخت الفاضلة ابتسام العصفور. عن شنو هاللوحات؟ لوحات صور فنانين صور الرياضيين برتهات صور الرياضيين نعم. العنبري وجاسم يعقوب عبد الرحمن الدولة واسماء كثيرة سهيل عسعوسي وسعيد الحوطي وغيرهم. الصالة الثانية الرئيسية صالة الفنون ذيك صالة العدواني يسمونها أحمد العدواني صالة الفنون. أول ما يدخل على اليمين الفنايل أكثر من 100 فنيلة لرياضيين كويتيين ورياضيين عالميين عرضة طبعا كرة القدم فنايل كرة القدم جاسم يعقوب فتحي كميل حمود فليطح رئيس هيئة الشباب والرياضة وقف يوم فنيلته وقام ياخذ لقطات وهذا وكذي ويسأل شلون حصلتوها وكذي. فكل واحد جاسم يعقوب وقف يوم فتحي كميل والعنبري وغيرهم يعني أشياء جميلة. نخلص بعدين فترينات زجاجية 100 فترينة زجاجية. الأخ فهد غازي عبد الجليل طبعا هو النصيب الأكبر لأنه اختصاص الرياضة وعاشق للرياضة فعنده طبعا راح تشوفون تذاكر وميداليات عند القانون الأساسي نادي الجزيرة قانون الأساسي نادي النهرة ذيلا قبل استقلال الكويت في الخمسينيات قانون الأساسي التعاون الأهلي والجزيرة والعروبة أندية وايد. أنا يعني حقيقة اليوم وأنا أسمع عن هالأندية أنا صراحة ما سمعت عنها من ذي قبل. صحيح. فيعني هم عطيتونا فكرة لي يعني مركز البحوث جزاهم الله خير الدكتور عبد الله الغنيم حطوا طاولة كتاب للأستاذ مرزوق العجمي. نعم. تاريخ الرياضة من 1902 إلى 2015 وقت إصدار مجلد ضخم. ليش 1902؟ لأن بارجة بريطانية نزلت في الكويت وشكلوا فريقين ولعبوا مباراة كرة قدم صور 1902 فهذه أول مباراة. الشاهد أنه حطوا كتيب صغير دائرة الشؤون سنة طبعا مطبوع هو بالخمسينات جميع الأندية شيء عجيب يعني أول مرة أنا أشوفه. ومن هو سنة التأسيس والموقع فحاطين كل الأندية النهضة والعروبة والجزيرة والخليج العربي وأسماء كثيرة. شلون كان الحضور أمس؟ والله إحنا ما كنا نحاتي ما كنا متوقعين أن حضور أندية المنتخب الذهبي والجمهور أكيد الجمهور بالسوشيال ميديا كانوا مولع على المعرض وعلى المجلس الوطني والقائمين قالوا عمرها ما صارت. صحيح. والتغطية القنوات صراحة أكثر من 50 يعني صحيح. جهاز تلفزيون يعني صحيح. ما أدري وين طلعوا الله يعطيك لكن الله. هذا شيء شرف لنا يعني والحافز لنا أن احنا معرضنا المقبل إن شاء الله اللي إن شاء الله يعني نعمل معه نفس الشيء مع تيم بعد راح يكون متخصص بكرة القدم؟ لا أو الألعاب الشاملة إن شاء الله من السلة من اليد من الطائرة من التنس من الجمباز هذه عندنا احنا وعندنا اعتزالات اللاعبين لهم حق علينا ذي الرياضيين أكيد نعم أكيد. إذن كل التوفيق لكم بارك إن شاء الله في معرضكم الحالي وكل التوفيق لكم في مخططكم القادم. احنا مستمرين إلى يوم الخميس إن شاء الله فترة صباحية ومسائية وراح ياخذون طبعا الكتيب هذا نعم وندعوهم طبعا الجميع. كل الشكر لوجودك معنا الباحث والمؤرخ أستاذ صالح المصباح. جزاكم الله خير وبارك الله فيك.